بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسرار القلب. القلب ليس مجرد مضخة، هذه آخر حقيقة علمية وصل إليها العلماء حديثا، فقد اكتشفوا أكثر من 40,000 خلية عصبية معقدة لا تزال مجهولة للعلماء. وجدوا أن القلب يفكر ويعقل ويفهم ويتذكر. خرج معهد رياضيات القلب الأمريكي بنتيجة تقول أن للقلب دورا مهما في العواطف والإحساس والإدراك والتعلم، بل أن للقلب مجالا كهربائي أقوى من الدماغ بكثير من الأحوال. والقلب مسؤول عن توجيه الدماغ في عمله، بل مسؤول عن توجيه أجهزة الجسد كلها في عملها. وهذا الاكتشاف الجديد أشار إليه القرآن بوضوح كامل في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هذا دليل أن القلوب تعقل وتفهم، والله أعلم.